نشوز الزوجة يتحقق بأمران: خروج الزوجة عن طاعتها ضمن حدود الله. ما هي حدود الله؟ أولا عدم تمكينه بما يستحقه من الاستمتاع بها، ثانيا بخروجها من بيته دون إذنه. جاز للزوج ضرب زوجته إن كان يؤمل معه رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على أقل مقدار يحتمل منه التأثير، لا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض منه، وإلا تدرج إلى الأقوى، فالأقوى ما لم يكن مؤذيا شديدا مؤثرا في استوداد بدنها أو احمرار بدنها، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح، ليس بقصد التشفي أو الانتقام، وإن حدث أكثر من ذلك تصبح جناية ويجب على الزوج الغرامة بالحكم الشرعي والحكم القانوني أيضا. إذن هذا هو سيف ذو حدان، موضوع الضرب. فإذا أحدث بضربه أثرا في جسدها ولو تغيرا في لون جلدها باحمران أو اسوداد أو إدماء، عليه دية مقررة في كتاب الديات، كل ذلك مع احتمال أن هذا الضرب يصلح المرأة. إذا كان الرجل يعلم ولو 5% أن الضرب لن يصلحها، لا يجوز له أن يضربها.